أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، والبداية بالعناوين. بعد 20 عام بدون تحصيل، ميناء في عدن يورد ملياري ريال خلال 10 أيام. وصحيفة بريطانية تقول كل جندي في عدن لا يعرف عدوه ولا يعرف مع من يقاتل. ومن أخبارنا المنوعة، مهندس ضرير يبتكر عصا ذكية تغير حياة المكتوبين. منذ أكثر من 20 عام وهناك جهة في عدن لا تورد أي مبالغ مالية للدولة، لكنها وخلال 10 أيام وردت مبلغا كبيرا، وعنون موقع عدن الغد. بعد 20 عام بدون توريد، ميناء الزيت يورد ما يقارب 2 مليار خلال 10 أيام. وقال مدير جمارك ميناء الزيت هيكل محمد سعيد نعمان أن ميناء الزيت ورد خلال أقل من 10 أيام ما يقارب 2 مليار ريال إلى خزينة الدولة. وأكد أن الميناء لم يورد من قبل ريالا واحدا خلال أكثر من 20 عاما. وقال في مقابلة خاصة معه لعدن الغد، طوال العقود الماضية لم يورد الميناء لخزينة الدولة أي مبالغ أو ريال واحد، حيث كانت كل سفن الوقود وبتوجيهات عليا يتم السماح لها بالدخول بدون دفع أي جمارك للدولة. أضاف هيكل أنه خلال أيام فقط ورد ميناء الزيت ما يقارب ملياري ريال إلى خزينة الدولة بعد دفع سفن الوقود التجارية الجمارك. الميليشيات في عدن تلاحق مواطنين فيخرج أهالي الحي لمواجهتها، هذه أحداث يومية في مدينة كانت مستقرة إلى حد معقول قبل 2 شهر من الآن. ويعنون موقع المصدر أونلاين جرحى في مواجهات مسلحة على خلفية اعتقال مواطن غربي عدن. وقال سكان محليون وشهود عيان للمصدر أونلاين أن الاشتباكات تجددت في منطقة بير أحمد التابعة لمديرية البريقة غربي مدينة عدن، ما أدى إلى سقوط جرحى من الطرفين. وأكد شهود عيان أن اشتباكات اندلعت بين قوات تتبع إدارة أمن عدن ومسلحين محليين في بير أحمد يطالبون بإطلاق سراح أحد سكان المنطقة. ووفق مصدر محلي، قام مسلحون يتبعون مدير أمن عدن المقال شلال شايع بمداهمة منزل المواطن عمار حسين العقربي، وقاموا باعتقاله مع بعض أطفاله وعدد من النساء، ونقلوا على متن أطقم عسكرية إلى مبنى إدارة الأمن في خور مكسر بحجة أنه مطلوب لأجهزة الأمن في المدينة. اليمن في مدار السعودية، تحت هذا العنوان كتب مصطفى الجبزي مقاله المنشور في المشاهد نت. تحتل السعودية مكانة جيوسياسية كبيرة بفضل موقعها الجغرافي واحتضانها ورعايتها للأماكن المقدسة الإسلامية ومكانتها الاستراتيجية في اقتصاد عالمي وقوده الحيوي هو النفط. لذا لا يسعف اليمنيين زخم التاريخ ولا أصالة البلد في حسابات المصالح طالما ومواردها خاملة ومعطلة. ظاهريا يزخر اليمن الراهن بالمشاكل المحلية القادرة على تخليق واحتضان الجماعات المهددة للأمن الإقليمي والدولي، بدءا بتنظيم القاعدة ووصولا إلى قدرات الحوثيين على استهداف منابع النفط في المملكة، بينما تتوارى طاقات وأحلام وتطلعات ملايين اليمنيين التواقين إلى السلام والبناء والتعايش والابتكار خارج جلابيب الخلافة أو الإمامة. للجغرافيا حكمها وحتميتها المفرطة بالنسبة لليمن المشبعة بالفقر والمزدحمة بالإفقار، والتي لا ترى دوليا إلا من ناظور المملكة الفائضة بالنفط. فبالنسبة للمتابع العادي لأخبار التلفاز في أوروبا أو أمريكا، لن يستطيع الاهتداء إلى مكان اليمن دون التحديق في مساحة المملكة العربية السعودية، إذ لا يكفي البحر الأحمر للإرشاد على موقع اليمن. وعلى الرغم من الدلالات السحرية لمفردة كصنعاء أو مأرب، إلا أنهما مغلفتان بالغموض اللفظي لدى الأجنبي. إزاء الصورة النمطية التي تكررها وسائل الإعلام الغربية بخصوص اليمن باعتبارها بلداً مقسومة بين التشدد السني والشيعي، باعتبارها أرضاً لحروب بالوكالة بين القوى الإقليمية المتنافسة إيران والسعودية، باعتبارها البلاد الأصلية لبن لادن، أو بصورة مجحفة بحق طبيعة الصراع في اليمن، أرضاً تدور فيها حرب بلد غني ضد بلد فقير.
استسلمت النخب السياسية المحلية اليمنية للتفكير بالشأن اليمني من خلال معادلات الأمن القومي السعودي استهدافاً أو دعماً. هناك تواطؤات ضمنية أو صريحة بهذا الخصوص. يعمل الحوثيون كأداة سياسية فاعلة وعسكرية غير مباشرة لإيران، ويتجلى ذلك بتبنيهم الهجمات الأخيرة على مشاة النفط شرق السعودية، بينما تحاول أمريكا رمي الاتهامات نحو إيران قبل اكتمال التحقيقات. يبدو الحوثي في هذه النقطة مقامراً بحياة شعب بأكمله من أجل إرضاء مركز ولائه الطائفي. أكد مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد الركن أمين العقيلي أن عمليات إتلاف الألغام التي يجري انتزاعها من المناطق اليمنية والتي فخختها ميليشيات الحوثي هي الطريقة المثلى لضمان عدم استخدامها من قبل أي جماعة مسلحة وضمان أمن وسلامة المدنيين. وعنون الصحوة نت: إتلاف مئات الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في الجوف. وذكر العميد العقيلي أن الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام والمشروع السعودي لنزع الألغام مسام أتلفت 1230 لغما وذخيرة غير منفجرة في منطقة قرون السليمة شمال مديرية الحزم مركز محافظة الجوف. وضح العقيلي أن الكمية التي تم إتلافها نزعتها الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني ومشروع مسام من مناطق عالية التأثير في مديريتي الحزم والغيل وعدة مناطق وغرب الجوف بعد أن زرعتها الميليشيا بكثافة عالية. أشار العقيلي إلى أن هناك ترتيبات لعمليات إتلاف مشابهة لكميات كبيرة من الألغام في مديرية خب والشعف شمال الجوف وكذا في محافظتي مأرب وشبوة. رفضت محافظة حضرموت قدوم ميليشيا الانتقالي ولم تقبل على مساحتها الشاسعة وقد بدأت تجني النتائج. ونطالع من المشاهد نت: زيادة في عدد السياح بنسبة 42%. وقال مدير عام مكتب السياحة في محافظة حضرموت علي الثقاف أن عدد السياح الأجانب والخليجيين هذا العام 2019 زاد بنسبة 42%، مؤكدا أن عدد السياح بلغ 82,465 سائح، فيما كان عددهم العام الماضي 57,977 سائح. ولأنهم شعروا بالأمان في ظل وجود الحكومة والسلطات المحلية هناك وأجهزتها الأمنية فقد أطالوا البقاء بعد أن كانوا يغادرون خلال يوم أو يومين. ووفقا لمدير مكتب السياحة فإن عدد أيام إقامة السياح في حضرموت هذا العام زادت عن العام الماضي بنسبة 35%. وعز السقاف سبب الانتعاش السياحي في المحافظة إلى العمل في المنفذ الجوي الثاني في اليمن بعد مطار عدن، وهو مطار سيئون الدولي، والمنفذ الجوي الذي لم يتوقف طوال فترة الحرب في اليمن وكان له دور مهم في تزايد النشاط السياحي في وادي حضرموت وبخاصة مدينة سيئون. من فتح النافذة تحت هذا العنوان؟ كتب غسان شربل مقاله المنشور في الشرق الأوسط. تحتفل الصين بيومها الوطني. يقف الرئيس شي جين بينغ في ساحة تيانينمين في بكين لاستعراض القوات المشاركة، أي في المكان نفسه الذي وقف فيه ماو تسي تونغ قبل 70 عاما معلنا قيام جمهورية الصين الشعبية. وكان باستطاعة العالم ألا يلتفت إلى الحدث لو كانت الصين قارة تعج بالفقراء وتحلم بالمساعدات أو تتسولها. لكننا نتحدث اليوم عن الاقتصاد الثاني في العالم وعن تزايد الاعتقاد أن العصر الصيني يقترب. يمكن فهم حرص السلطات الصينية على التفكير بأنياب جيشها، ثمة عالم جديد يتشكل. لكن الأهم من المدرعات والصواريخ هو الإيحاء أن الحلم الصيني مستمر ومعه هذا الهجوم الاقتصادي الواسع في العالم عبر مبادرة الحزام والطريق. تعيش الصين اليوم في ظل الرجل الأقوى منذ أيام ماو الذي بات الدستور يسمح له بإقامة مفتوحة على رأس الدولة والحزب الحاكم. والحقيقة أنه ما كان لتشي أن يتمتع بهذه الإطلالة القوية لولا الرجل الغائب. إنه دينغ هيسياو بينغ الذي ترك بصماته على مصير بلاده حين أطلق أوسع عملية تحول فتحت الطريق للازدهار من دون المساس بصرامة الاستقرار. أخذ دينغ الصين في اتجاه مغاير لوصفات الربان العظيم. حفظ له ضريحة لكنه اتخذ قرار التصالح مع العصر. قرار الانخراط في العالم والسعي إلى التقدم بعيدا عن الجمود الأيديولوجي والعقاقير القديمة. لم يحرق دينغ الكتاب الأحمر
لكنه قاد بلاده باتجاه اقتصاد السوق والتقدم التكنولوجي والتنافس والانفتاح على الآخرين والإفادة من إنجازاتهم. لم تكن رحلة دينغ سهلة على الإطلاق، التحولات الكبرى تثير مخاوف كبرى. كان عليه أن يقنع الأكثرية وأن يواجه حراس الهيكل الذين يطالبون ماو بإدارة البلاد من ضريحه، وأن يطمئن الخائفين الذين يعتقدون أن فتح النافذة يعطي الفرصة لرياح الانهيار لا لرياح التغيير. لو اكتفى دينغ بممارسة السلطة على قاعدة أن الاستمرار حارس الاستقرار وأن الانتظار أفضل مستشار، لما كانت الصين في موقعها الحالي، ولما تمكن الشي من مخاطبة العالم غدا من موقع اللاعب الكبير. تحتاج المنعطفات الكبرى إلى قامات استثنائية. دينغ هو الرجل الذي فتح النافذة. وفي جولتنا اليوم في الصحافة البريطانية نطالع من صحيفة الجارديان تقرير عن العاصمة الثانية التي فقدها اليمنيون وعن طبيعة الاقتتال في عدن. وتعنون الجارديان: ثلاثة صراعات في واحد، تحالفات عدن المتغيرة وجبهة انفصالية جديدة وكل طرف يريد الوصول إلى هدفه. يقول التقرير الذي كتبته الجارديان وترجمته البي بي سي: كل جندي في مدينة عدن غير متأكد من طبيعة عدوه وشكله وكيف يبدو، فمنذ الاستيلاء المجلس الانتقالي على المحافظة وطرده للجنود التابع للجيش والرئيس عبد ربه منصور هادي، استفاد تنظيم القاعدة الحليف الرئيسي للمجلس الانتقالي من الفوضى الحاصلة ونفذ عمليات قتل ونهب في معظم أرجاء عدن. وتشير الكاتبة إلى أنه بعد مرور أكثر من 4 سنوات على اندلاع الحرب في اليمن، هو الصراع يعود في مدينة عدن ويتحول إلى 3 حروب في حرب واحدة. الأولى حرب بين الحوثيين المدعومين من إيران والتحالف الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية، والثانية بين الطرفين السابقين من جهة وبين المتشددين سواء كانوا تنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية من جهة أخرى، والثالثة هي حرب بين المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات سعيا منه للانفصال واستعادة ما يسميها دولة الجنوب العربي، وبين القوات الحكومية التابعة للرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي. وتصف الكاتبة الوضع في مدينة عدن والتي زارتها مؤخرا بأنه تشابك معقد من ميليشيات انفصالية وسياسيين انفصاليين يحاولون تعزيز سيطرتهم على الوضع في تحالف قائم على الورق لكنه لا يعني شيئا في الواقع، وهذا ما قد يجعل من الصعب جدا إيقاف الحرب. وتربيثان كاتبة التقرير أن الحرب التي اندلعت مؤخرا بين ميليشيا المجلس الانتقالي والقوات الحكومية جعلت استقرار وحدة التحالف الذي تقوده السعودية موضع تساؤل، خصوصا بعد أن قصف الطيران الإماراتي ثاني أكبر عضو في التحالف قصف القوات الحكومية التي كانت تحاول استعادة السيطرة على مدينة عدن من ميليشيا المجلس الانتقالي. وتقول الكاتبة أن العلم الجنوبي يرفرف في أرجاء المدينة وبجواره العلم الإماراتي بدلا عن علم الجمهورية اليمنية الذي كان يرفع هناك بعد أن سمت الحكومة المدينة بالعاصمة المؤقتة لليمن وباتت تمارس أعمالها منها. عداء يمني يدعى أحمد الياري يروي للعرب الجديد كيف قهر الظروف وشارك في مونديال الدوحة، حيث خاض أحمد منافسات سباق 200 متر في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة حاليا في الدوحة ونجح في تحقيق رقم يمني جديد. يقول أحمد في تصريح للعرب الجديد: معنوياتي كانت مرتفعة وتمكنت من تحقيق رقم يمني جديد وكانت فرصة للمشاركة مع أبطال العالم. ويتابع أحمد: ظروف الحرب لم تمنعني من المشاركة على الرغم من عدم حصولي على دعم من الاتحاد اليمني لألعاب القوى. وأضاف: لم أخوض أي معسكرات، اعتمدت على جهودي الذاتية خلال إقامتي هنا، لكن الطموح موجود وسأبقى أسعى لتحقيق المزيد من التقدم في مجال ألعاب القوى من أجل اليمن وتحقيق حلمي المتمثل بتحقيق رقم قياسي لبلدي. استغل المتسابق أحمد الحدث العالمي الأبرز لعروس الألعاب بتوجيه رسالة للسياسيين في اليمن وطالبهم فيها بإيقاف الحرب. الالتزام سيء السمعة، تحت هذا العنوان كتب فواز حداد مقاله المنشور في العرب الجديد. لم ينشأ الالتزام مع دعوة سارتر في كتابه ما الأدب، ولا مع صرخة زولا إني أتام، وطبعا لم يسبقهم هوجو، إنما كان الالتزام التوصيف الأدق للانحياز إلى قضايا إنسانية
عالمية ومحلية، عامة أو ذاتية. لكن شاء النقد والنقاد أن يلصقوا به ما شاءوا من مثالب، فلم يعد الأدب الملتزم برأي عتاة نقاد الأدب يزيد عن منشورات نضالية وتعليمات حزبية وأبطال أيديولوجيين متيمين بالاشتراكية أكثر من حبيباتهم، ويعشقون المعامل أكثر من عشيقاتهم، ويموتون من أجل رفع معدلات الإنتاج. رغم ما أصابه من محن تبدت في السخرية منه والحط من شأنه وكأنه اختراع بلشفي، لم ينل الالتزام ما ناله من دعاية سيئة إلا لارتباطه بالحرب الباردة بين الروس والأمريكان. في العودة إلى الأصل، الالتزام تبيان لنشأته تحت عناوين أخرى، إذ نشأ مع إهدار الحقوق والوعي بحق الحياة والعدالة والحرية والمساواة. إن في إعادة الاعتبار إليه عودة إلى الإنسان والإنسانية وعدم التحايل على مآس حقيقية في زمن هو بحاجة إليه. طالما الدول الشمولية رأسمالية كانت أو ليبرالية أو قمعية أو دولا على طريق الشعبوية أو ما شاء لها الادعاء، ملتزمة بالقتل والتعذيب والتغييب القسري والإعدامات. بينما الأمر ببساطة هو أن لدى الكاتب فكرة يريد التعبير عنها، وكلما كانت حقيقية وحساسة ومؤثرة تختلق أسلوبها. ما الذي يعنيه الأسلوب سوى الفن؟ إذا استطاع الكاتب الإمساك بالفكرة والإيمان بها فسوف تمتلكه، وتبقى الدقة في التعبير هي محك الالتزام والفن معا. ولا يمكن للكاتب أن يؤدي الغرض منهما إلا بالتعبير عما يريد قوله، فالفن قدرة الكاتب على التوصيل والتأثير. ما البديل عن الالتزام؟ هل هو التحلل من الإنسانية؟ أم التحويم في فضاء الخيال؟ أم إنكار الواقع والقرف منه؟ من يستشهدون بماركيز فلمعلوماتهم لم يغادر الواقع ولم يتنازل عن الفن. كانت رواياته تنزف دماً ولا ينقصها الحب ولا الشغف. إنه كاتب ملتزم. ابتكر مهندس تركي ضرير عصا ذكية تساعد رفاقه من المكفوفين على التنقل بسهولة داخل المدن باستخدام المساعدة الصوتية وخرائط جوجل وتقنية البلوتوث وجهاز استشعار لتنبيه فاقدي البصر بالعوائق والحواجز القريبة. ووفقا للدي دبليو الألماني والذي عنون مهندس ضرير يبتكر عصا ذكية تغير حياة المكفوفين، ويقول الموقع أنه من المثير أن يتمكن الشخص بمفرده من تسخير التكنولوجيا لتسهيل حياته اليومية، فقد تمكن مهندس ضرير من ابتكار عصا ذكية تساعد رفاقه من فاقدي البصر. عن ذلك يقول المهندس المكفوف في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية: لسوء الحظ لا توجد مدينة واحدة في العالم ملائمة للمكفوفين تماما، وهذا هو السبب الذي دفعني لخلق نوع من الاستقلالية للمكفوفين. من المتوقع أن تحدث هذه العصا الإلكترونية ثورة في طريقة تنقل المكفوفين عندما يكونون بمفردهم، كما تستخدم عصا ويولك الذكية أجهزة استشعار بالموجات فوق الصوتية لتحذير المستخدم من العوائق القريبة من خلال إصدار اهتزازات في المقبض، وتستخدم أيضا العصا الذكية خرائط جوجل. وتقدر منظمة الصحة العالمية عدد المكفوفين حول العالم بنحو 36 مليون شخص، وهنا يمكننا أن نتخيل التغيير الكبير الذي سيطرأ على حياتهم باستخدام هذه العصا التي يعتزم خبراء تطويرها لتشمل خدمات أخرى. في حادثة تظهر عقلية الرئيس الأمريكي التجارية بوضوح، ذكرها موقع عربي بوست أن ترامب تقاضى مبلغ 100,000 يورو من خزانة الدولة الإيرلندية مقابل توفير الطعام لضباط شرطة يتولون حمايته خلال زيارة استغرقت ليلتين. لكن الطريف أن المنتجع الذي نزل فيه مع أفراد حراسته وتلقى بسببه هذا المبلغ هو منتجع دونالد ترامب على الساحل الغربي لإيرلندا، كما حصل فندق وملعب الجولف الذي يملكه ترامب في بلدة دومبينغ على أكبر أجر نظير تقديم خدمات الإقامة والطعام، تخطت التكلفة 90,000 يورو، واشتملت نفقات الشرطة التي انتشرت في مقاطعة كلير. واشترت منظمة ترامب العقارية المنتجع الذي يضم ساحات مخصصة لرياضة الجولف، صممها محترف الجولف الأسترالي جيرغ نورمان عام 2014. وقد أشار النشطاء المعنيون بالأخلاقيات والساعون بالفعل إلى محاسبة الرئيس على تربحه من الرئاسة إلى المبالغ التي تقاضاها منتجع دومك، والتي ظهرت بعد طلب تقدم به البعض بموجب قوانين حرية تداول المعلومات. وقال روبرت ماغوير من المجموعة الرقابية في العاصمة الأمريكية واشنطن عبر تغريدة على تويتر أنه عندما أصر ترامب على الإقامة في منتجع الجولف الفاخر والذي يملكه في إيرلندا في يونيو، اضطرت الحكومة الإيرلندية إلى دفع 113,000 يورو لمؤسسة ترامب الخاصة والتي لا يزال يتربح منها.
أفواه غريبة لحيوانات مختلفة طويلة مدببة عريضة أو بأشكال غريبة جدا في جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة الدي دبليو. الكاريكاتير فن ينافس الكلمة ويختصر الرسائل الكثيرة في لوحة واحدة، مجموعة من هذه الرسوم في آخر جولة في حلقة اليوم.